خلاص بقوا رجالة أصحاب بيت وعندهم عيلة ومش بيظهروا غير مع مراتاتهم علشان شكلهم الاجتماعي، وكمان علشان بقوا رجالة مسؤولة ومش عاوزين إشاعات حوالينهم كتير. بعد الجواز في رجالة كتير بتتغير وتبقى ملتزمة جدا مع مراتاتها، مش بيظهروا غير بيهم ومعاهم، ودي بقى الموضة أو التقليعة الجديدة واللي ظهر بيها بلوجر التيك توك والمشاهير بتوعه، واللي من وقت ما اتجوز كل واحد فيهم ما عندوش ظهور أبدا غير مع مراته بس. طبعا كان آخر بلوجر اللي اتجوزه وعمل كده هو محمد فرج، واللي ما بقاش بيظهر في أي مكان غير مع مراته لينا الطهطاوي، واللي برضه ناس كتير عذراهم علشان لسه عرايس جداد، بس الكلام ده ممكن نقوله لما يكونوا بيخرجوا أو في سهرات. لكن محمد فرج ولينا الطهطاوي كمان بيظهروا مع بعض كضيوف برامج جوه وبره مصر، الاتنين واخدين من شهرة بعض على الاخر، وكل واحد فيهم بيخدم على التاني بس بطريقته الخاصة، واللي هي اللعبة على جمهور السوشيال ميديا، ما كل واحد فيهم عاوز يبقى مشهور بطريقته. دلوقتي بقوا مش بيعملوا فيديوهات الا وهم مع بعض، ده طبعا بعد ما فرحهم كان ترند لمدة ايام بسبب المعازيم والمطربين اللي كانوا بيغنوا في الفرح، واللي كان منهم تامر حسني واللي ولع الدنيا في الفرح، كانت جنبه هنا الزاهد بترقص طول ما هو بيغني، وده طبعا بعد ما رجعوا اتصالحوا تاني بعد انفصالها من احمد فهمي، واللي كان السبب في قطع العلاقات بينهم غير محمود العسيلي وناس تانية كتير من أصحابها وأصحابه. أما بقى البلوجر عمرو راضي واللي يعتبر من أوائل البلوجرز اللي اتشهروا في مصر بسبب رأيه في الأكل أو في أي حاجة تانية، واللي محدش يقدر ينفي برضه خفة دمه، فهو ومراته هادي النحاس البلوجر وعارضة الأزياء من وقت ما اتجوزوا هما داخلين على سنتين أهو مش بيظهروا من غير بعض في أغلب الأوقات، رغم اختلاف المحتوى اللي كل واحد فيهم بيقدمه، فهو بيتكلم في الغالب عن الأكل وهي بتتكلم عن اللبس لأن عندها براند فساتين سواري، إلا إن فيديوهات السفر اللي هما بيعملوها او اي حاجه بيعملوها جديده بيبقوا مع بعض فيها، والجمهور دلوقتي بقى متابع واحد فيهم كانه متابع الاثنين. اما بقى البلوجر محمد مكاوي واللي كان كل اسبوعين بيظهر مع بنوته جديده وبيصاحب ياما، لدرجه انه جت عليه فتره كان مصاحب الراقصه الاستعراضيه بدره، دلوقتي مراته البلوجر نورهان عماد توبته وما بقاش يظهر في اي مكان غير بيها. طبعا ده غير البيبي بتاعهم اللي مكاوي لو ما ظهرش مع مراته فيديو بيظهر معاه. فعلا يعني اهو ده بقى اللي اتغير اخر تغيير وما كانش حد يتوقع ابدا. ده غير بقى حسام انتيكا المصور والبلوجر ومراته يارا البهنساوي، ولا ما بقوش يسيبوا بعض في اي فيديو ليهم، ورغم ان كل واحد في الاثنين تخصصه مختلف خالص وكمان محتواه، يعني هو بيصور انما هي عندها براند ملابس للمحجبات، الا ان في فيديوهات في المطاعم والسفر واي مكان بيروحوه ما بقوش يروحوا الا مع بعض، وده طبعا بعد ما يارا غيرت كتير في حسام عن حياته الاولى، ده حتى محلات اللبس ما بقوش يروحوا فيها من غير بعض ولازم يصوروا ويوثقوا اللحظه دي، ده طبعا بعد ما انتيكا انفصل عن مراته الاولى سنجوب بعد جوازه منها بمدة قصيرة بعد قصة حب، علشان يقع في حب يارا البهنساوي بسرعة ويتجوزوا ويقرروا يكملوا حياتهم مع بعض. ده طبعا غير البلوجر الأشهر دينا داش واللي بتظهر مع جوزها وكمان إخواتها في كل المناسبات وفي كل الأوقات. طبعا في بلوجرز كتير بعد ما ارتبطوا واتجوزوا ما بقوش يظهروا غير مع بعض، وده بيزود نسبة المتابعة بتاعتهم، ده غير إنهم بيخدموا على شهرة بعض. مين بقى أكتر بلوجر أنتوا بتحبوهم وبتتابعوهم؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.